السلام عليكم متتبعي قناة روعة تي في، مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو غادي نقدم لكم الرايب المنزلي، سهل التحضير، مكونات بسيطة و 100% ناجح. خليكم مع مقادير وطريقة التحضير. بالنسبه للمكونات غادي نحتاجو لتر ديال الحليب، من الاحسن يكون الحليب ديال يعني الحليب ديال العبار، لكن انا هنا متوفرليش، غادي نستعمل غير الحليب ديال الكارطون. دانون فاني، ويستحسن انه يكون هذا دانون اصيل. ساشي فاني، جوج معالق كبار ديال الحليب المجفف، أربعة المعالق عامرين ديال سكر سنيدة. كيبقى سكر سنيدة على حسب الذوق، كاين اللي كيدير 4 المعالق، كاين اللي كيدير 3 المعالق إلا كان مكيبغيش الحلاوة، وكاين اللي كيدير حتى 5 المعالق إلا كان كيبغي الحلاوة بزاف. وبالنسبة للطريقة، أنا صبيت داك الحليب في كاسرول باش نديرو على النار، ولكن حيدت منو تقريبا واحد كاس إلا شوية، يعني كاس معامرش هكا. هاد الكاس هو اللي غادي نخلطو مع الياغورت ومع الفاني هكاك بارد من بعد، ماشي دابا، حتى نخلي الحليب ديالي يغلى مزيان. وقبل ما ندير الحليب يغلى، غادي نضيف عليه دوك 2 معالق عامرين ديال الحليب المجفف، غنضيف عليه سكر سنيدة اللي قلت هنا عندي 4 ديال المعالق، وغنخلطو مزيان مزيان ونديرو يغلى على نار هادئة. على هاد الشكل كنخلط مزيان داك الحليب المجفف مع السكر سنيدة حتى تنسجم معنا سير مزيان، ونديرو يغلى على النار. بالنسبة للنار، أنا غنديرو يغلى ولكن ما غنخليش حتى يفاد، يعني فقط غير يغلى، يبقى هكا يغلي وطفي. وفي الخلاط الكهربائي غادي ندير دانون فاني مع داك الكاس الحليب اللي خليت، ومع ساشي فاني، غنخلطهم مزيان ونخليهم على جنب حتى يغلالي الحليب ديالي. وهاهو الحليب طفيت عليه، من بعد ما غلى بدا كيغلي، صافي طفيت عليه، ما خليتوش حتى يفاد. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نخليه في الجنب حتى يدفى، يعني ماشي كاع يبرد ولكن يكون دافي وما يبقاش سخون، يعني فاش غنبقى نقيسو ما يكونش يحرقني. هذه هي الطريقه. من بعد ما يكون دافي عاد نخلط، نضيف عليه داك الخليط ديال دانون الفاني والحليب. وهنا راني وضعت دانونا ديال الفاني وساشي فاني، وداك الكاس اللي ما عامرش ديال الحليب غادي نخلطهم مزيان باش نضيفهم على داك الحليب اللي غادي يكون حتى يدفى. وها هي ديك المكونات هنا تطحنت ليا، ديال دانون فاني وساشي فاني وكاس ديال الحليب اللي كان بارد طحنتهم هنا. وهنايا عندي الحليب اللي غليت، ها هو. غادي نحيدو دابا ديك الفراره الفوقانيه هكا غير بالمعلقه، ونضيف عليه المكونات دي. وهو الحليب من بعد ما حيدت ديك الفراره اللي كتصرصا الفوق، غادي نضيف ليه دابا داك الخليط ديال دانون والحليب الفاني، وغادي نخلط بشكل جيد، نخلط مزيان حتى كتندمج العناصر فيما بينها، ونرجع نصفيه. غنستعمل صفايه نتاع يعني نتاع القهوه، ونصفيه ونوضعو فواحد الغراف ولا فواحد القنينه، المهم باش عاد نصبو على الكيسان. وها هو الخليط ديالي من بعد ما صفيتو وضعتو هنايا على هذا الشكل. وكيف ما كتلاحظوا درت الكويسات اللي غادي نصب عليهم الرايب، درتهم فهاد علاش هنايا في مول، ولا في ديروه في جبانه، ولا ديروه في بلاطو، المهم بلاصه فين غادي يعني تخليوه يخمر. انا هنا شو هاد الطريقه هادي راه ناجحه 100%، غير حاولوا تتبعوها. فرشت هنا كيف كتلاحظوا واحد الملايه هكا سخيخنا من التحت، وعاد وضعت عليها هاد المول اللي فيه الكيسان، وغادي نصب، غادي نصب دابا على على هاد الكيسان، وغنصب هاد الخليط. وهاو من بعد ما صبيت الخليط على هاد الكويسات، غادي نوضع عليهم بابي كويزين هكا، غنوضعو وكيساعدهم انهم يعني يقبطوا السخونيه ديالهم مزيان على هذا الشكل، ولا وضعوا زويف ولا من يدين المهم. وغادي نديرهم في بلاستيكه، غادي ندير نحاول بشويه بشويه ندخل هذا المول ديالي كامل في بلاستيك هو البابيي، ورجع معاكم.
تعرفوا على هذا الشكل هو مغمسو مزيان بالميكا مزيان فوق من هذاك بابي كويزين. ودابا غادي نعاود نرد عليه هذه الملاية ونزيد عليه ملاية اخرى باش ياخذ السخونية. هاي ديك الملاية رديتها عليه من الفوق ودابا غادي نزيد عليه هذه وحده اخرى غنزيدها على جوج ونخليه مزيان باش ياخذ السخونية ديالو. غادي نخليه تقريبا المدة ديال 8 ديال السوايع على هذا الشكل. هو خليته هكا مغطي مزيان خليه المدة ديال 8 ديال السوايع وجبدوه ديك الساعة خذوه في السحور اولا في الفطور. الا كنتو باغينو في الفطور غادي ديروه في الصباح بكري، ولا كنتو باغينو في السحور ديروه هكا في الصباح ولا في العشية. من بعد ما كنجبدوه كنوضعوه في الثلاجة باش يشد راسو. المهم ان شاء الله النتيجة غادي تشوفوها معايا. وها هو الرايب ديالي كيف كتلاحظوا حليت عليه بعد ما خليته انا تقريبا 7 ديال السوايع. اي 7 ديال السوايع، ممكن تخليه حتى 8 ديال السوايع. ها هو كيف كتشوفوا ناجح. دابا غادي نديرو في الثلاجة يزيد يشد راسو مزيان. لاحظوا معايا هو ناجح، غادي نديرو في الثلاجة يشد راسو ورجع معكم نشوفوا النتيجة النهائية. غنخليه ما بين ساعة حتى ساعتين في الثلاجة لتحت يعني يبرد باش يجي بارد هكا للسحور اولا الفطور، ومنها يشد راسو مزيان ويجي رايب هائل وناجح 100%. هذا هو الشكل النهائي ديال الرايب، كيجي بهذا الشكل هائل واجد كيف كتلاحظوا ناجح 100%. وغينجح معكم من اول تجربه، غير جربوه ان شاء الله وما تعكسوش عليه. كيجي غزال في السحور وكيعجب الكبير والصغير، كيحماقوا عليه الوليدات. وهكا كديروا شي حاجه نقيه ديال الدار عارفين اشنو درتوا فيها. رمضان كريم وكل عام وانتم بألف خير، الى فيديو قادم ان شاء الله.